بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 68 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام، باعثها مستمع من هناك، يقول: أخوكم في الله شين سين عين مصري. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وله في هذه الحلقة سؤال يقول فيه: أعمل صبار براتب شهري، وأنا أثناء العمل يؤذن الظهر والعصر أيضا وأحيانا المغرب، وأنا لا أستطيع الصلاة في العمل لأنه لا توجد ملابس نظيفة بالصلاة. فعندما أعود من العمل أتوضأ وأصلي الظهر والعصر والمغرب معا وأصلي صلاة العشاء في المسجد، فهل علي إثم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، قد أمر الله بأدائها وإقامتها والمحافظة عليها في مواقيتها مع الجماعة في المساجد. هذا يجب على كل مسلم ولا يقدم عليها عمل، وإنما تؤدى في وقتها كما أمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. حتى في حالة الخوف والقتال ومواجهة العدو تقام الصلاة جماعة، كما جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صلاة الخوف. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا وأنتم تمشون أو أنتم راكبون، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما تصلى بحسب الاستطاعة. ومن باب أولى حالة الصبار كما ينكر السائل، فكونه يشتغل مهنة الصباغة لا يعذره عن أداء الصلاة في مواقيتها. وما ذكره من الثياب يصلي في ثيابه، لأن الأصباغ طاهرة ليس فيها نجاسة، يصلي في ثيابه ولو كان فيها شيء من الأصباغ. وإن جعل له ثوبا يصلي فيه ويلبس ثيابا للعمل وثوبا يعده للصلاة فهذا شيء حسن. أما أن يترك الصلاة كما ذكر في كل النهار ولا يصليها إلا في الليل، فهذا غلط عظيم وخطأ فاحش. صلاة النهار لا تقبل بالليل إذا أخرها متعمدا، كما أن صلاة الليل لا تقبل إذا أخرها متعمدا إلى النهار بغير عذر شرعي. هذا ليس عذرا شرعيا. الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، محددة بمواقيت لا تخرج عنها. فهذا جهل من السائل وغلط كبير، يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد، ويترك العمل حتى يصلي ويأتي إذا سمع المؤذن يتجه إلى الصلاة، فإذا فرغت الصلاة يعود إلى عمله، فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من السودان، باعثها مستمع يقول: أخوكم في الله بن كشيد يسأل ويقول: هل يا فضيلة الشيخ بر الوالدين بعد وفاتهما بالدعاء أو الحج أو العمرة عنهما يعتبر بمثابة توبة أو كفارة لحقوقهما أو للتقصير في واجبهما قبل وفاتهما؟ جزاكم الله. لا شك أن هذا من عمل البر،
وإحسان إلى الوالدين بعد وفاتهما، التصدق عنهما والدعاء والاستغفار لهما والحج والعمرة لهما، كل ذلك من البر. وأما التقصير الذي وقع منك في حياتهما فنرجو الله أن يغفر لك ما دمت قد ندمت على ذلك وأسفت عليه واستدركت بعد وفاتهما بالإحسان إليهما وإهداء الثواب لهما، نرجو أن يكون ذلك نافعا لك ولهما وأن يتجاوز الله عنا وعنك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عندنا يا فضيلة الشيخ في حالة التعزية تقرأ الفاتحة ويقول المعزي بالمعزة البركة فيكم، فهل هذا العمل صحيح وما هي الكلمات التي تقال في التعزية؟ جزاكم الله خيرا. الفاتحة لا تقرأ في التعزية، هذا بدعة، يعني قراءة الفاتحة في التعزية أو على روح الميت هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما لفظ التعزية أن يقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، هذا لفظ التعزية، أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، هذا هو لفظ التعزية المأثور. أما قراءة الفاتحة فلا أصل لذلك، هو بدعة. جزاكم الله خيرا. يرجو من فضيلة الشيخ صالح تفسير هذه الآية التي أورد جزءا منها، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى آخر الآية. هذه الآية رخصة من الله سبحانه وتعالى لمن لا يقدر على مهر الحرة، المحصنات المراد بها هنا الحرائر، والطول معناه المهر، فمن لا يستطيع مهر الحرة فإنه يرخص له في أن يتزوج الأمة المملوكة من فتياتكم المؤمنات، يعني من المملوكات، من المماليك، من فتياتكم المؤمنات، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى بشروط: أولا أن لا يكون قادرا على مهر الحرة، وثانيا أن يخاف على نفسه من الوقوع الفاحشة إن لم يتزوج، ذلك لقوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. الشرط الثالث أن يكون قصده من ذلك إعفاف نفسه، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، أن يكون قصده من ذلك إعفاف نفسه وإبعادها عن الوقوع في الحرام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن تعز رسالة بعث بها المستمع أحمد إبراهيم البربري، أرسل برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا دخل المصلي المسجد وكان المؤذن يؤذن للصلاة، فهل يجوز له أن يؤدي ركعتي تحية المسجد والمؤذن يؤذن، أم ينتظر بعد أن يفرغ المؤذن من الأذان؟ جزاكم الله خيرا. الأفضل له أن ينتظر ويتابع المؤذن، وإذا فرغ من الأذان نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، من أجل أن يحصل على الأجر الذي ورد في ذلك وهو المغفرة وحصول الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة، على فضل عظيم لا يفوت. ثم بعد ذلك يأتي بتحية المسجد وبراتبة الصلاة القبلية إن كانت ظهرا أو براتبة المسجد، ويصلي ما تيسر له من النوافل إن شاء، أو يجلس بعد ذلك لتلاوة القرآن والاستغفار والتسبيح والتهليل، هذا هو الأفضل، لأجل أن يجمع بين الفضيلتين: فضيلة متابعة المؤذن والدعاء بعد الأذان، وفضيلة الإتيان بتحية المسجد. وإن أتى بتحية المسجد والمؤذن يؤذن فذلك جائز، ولكنه خلاف الأفضل. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل يجوز أن يصلي بالناس يوم الجمعة شخص آخر غير خطيب الجمعة، وما الدليل من السنة؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك أن يتولى الخطبة شخص وأن يتولى الصلاة شخص آخر، ولكن الأفضل أن يتولاهما شخص واحد، أن يتولى الخطبة والصلاة شخص واحد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك خلفاء الراشدون. لكن إذا حصل أن أما الناس غير الذي خطب فهذا أمر جائز لأنه لا دليل على المنع. بارك الله فيكم. بعض الناس في عصرنا الحالي حينما يسألون عن شيء ما يرددون مجيبين: الله ورسوله أعلم، فهل هذا يصح في وقتنا الحاضر؟ لا بأس به إن شاء الله، إن شاء الله لا بأس بذلك إن شاء الله. رد العلم إلى عالمه هذا أفضل من كون الإنسان يتكلم بغير علم، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أعلم، وكذلك رسوله أعلم بما علمه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. أناس يعتبرون أن الرسول عليه الصلاة
الصلاة والسلام بعد موته لا علم له، ولذلك يستنكرون عبارة الله ورسوله. لا أعلم مانعا من ذلك، لا أعلم مانعا من ذلك. طيب. أن يقال الله ورسوله أعلم، يعني أعلم يوم أن كان عليه الصلاة والسلام حيا. اللهم صل على وهي سنته، أيضا سنته قائمة عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. وعلمه موجود عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، لم ينتهي علمه، موجود في سنته المتوارثة. قال صلى الله عليه وسلم: مثالكم فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. جزاكم الله خيرا. يقول: في حديث في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في منامه المسيح الدجال جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن، فسألت من هذا؟ فقال: والمسيح الدجال. وسؤالي: من ابن قطن هذا؟ تونا معذورين، جزاكم الله خيرا. لا أعرف هذا الحديث ولا أعلمه. يقول: هل يجوز أن يعطي الإنسان زكاة ماله إلى أختي لكي تجهز بها نفسها للزواج؟ يعني سمعت فتوى بالجواز، ونريد الإفادة مع العلم بأن الوالد متوفى والأخت لا تعمل. على كل حال، زكاة كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فإذا كانت الأخت بحاجة إلى الزكاة فإنها أولى من غيرها، لأن الصدقة على القريب فيها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. إذا كانت الأخت مضطرة إلى الزكاة فإنها تدفع لها. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من الرياض، باعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم سين. يقول: بل إحدى الأخوات المستمعات تقول عن نفسها: أنا سيدة متزوجة ولي من الأولاد 2، منذ 17 يوما حدث مشاجة بيني وبين زوجي واحتدم النقاش، وفي ثورة غضبه قال لي: أنت طالق بالثلاث، مع العلم أنه وقت لفظه بذلك كان زنبا، واستمر في حياته بشكل طبيعي، وحدث بعد طلاقه باتصال بعد طلاقه بأربعة أيام ولم يسأل عن هذا الشأن، وحتى الآن يقول إنه يعلم نيته عند لفظه بذلك، أي أنه لم يكن ينوي الطلاق. وقد سألت أنا واستفسرت عن هذا الشأن، وخاصة ونحن مقتربون وليس لنا أقارب أحد نلجأ إليهم بعد الله، وأقيم معه في الشقة، أرجو من فضيلتكم أن تتكرموا لنا بالإفتاء عن هذا الموضوع، وهل له كفارة؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أن تمتنعي منه ولا تمكنيه من نفسك حتى يأتي بفتوى مكتوبة من أحد المفتين المعتمدين في البلد، فلا تمكنيه من نفسك وامتنعي منه وابتعدي عنه حتى يأتي بفتوى من أحد المفتين المعتبرين في البلد الذي أنتم فيه، أو في إحدى البلاد الإسلامية التي فيها مفتون معتمدون، أو أن تحضري أنت وإياه عند المفتي تخبروه عما حصل وما وقع، ثم بعد ذلك هو ينظر في هذا الموضوع. المهم أن هذا العمل خطأ، وأن قوله إنني لم أقصد هذا لا يغنيه شيئا، لأن الطلاق إذا صدر فإنه يقع نواه أو لم ينوه، إذا تلفظ بالطلاق الصريح فإنه يقع ولا يقصر على نيته أو عدم نيته، أو أنه جاد أو هازل أو مازح أو غير ذلك، لا، كل هذه لا اعتبار لها. ولكن الأمر فيه نوع من الاشتباه إذا كان في حالة غضب شديد، فلا بد من الحضور إلى المفتي المعتمد أو الكتابة إلى إدارة البحوث العلمية والإفتاء في الرياض بما حصل. المهم لا تمكنيه من نفسك إلا بفتوى شرعية معتمدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من الجمهورية العربية السورية دير الزور، داعتها المستمع عدنان خضر البخير. يسأل ويقول: يوجد تجار يشترون قمحا بسعر الكيلو الغرام 7 ليرات، وقبل أن يبذر الفلاح قمحه لكن سعره 11 ليرة سورية تسعيرة رسمية، وعندما يحصد الفلاح القمح ويبيع القمح يقوم التاجر بالاستلام من الفلاح بسعر ما باع الفلاح نقود وليس قمحا، هل هذا حرام أم حلال؟ يوجد تجار يشترون قمحا بسعر كيلو الغرام 7 ليرات، وقبل أن يبذر الفلاح قمحة لكن سعره 11 ليرة سورية تسعيرة رسمية، وعندما يحصد الفلاح القمح ويبيع القمح يقوم التاجر بالاستلام من الفلاح بسعر ما باع الفلاح نقود وليس قمح، هل هذا حرام أم حلال؟ سؤال غير واضح. هل معناه أن التاجر يدفع البذر للفلاح بقيمة محددة ذاك الوقت، ثم عندما يحصد الفلاح زرعه يستوفي منه هذه القيمة تكون مؤجلة ويستوفيها منه
بعد الحصاد هذا أمر لا غبار عليه، أمر صحيح. أن يشتري الفلاح الحبوب من التاجر بثمن مؤجل يستوفي هذا الثمن عند الحصاد وعند حصول الغلة، هذا بيع مؤجل لا بأس به، سواء كان قليلا كانت القيمة قليلة أو كثيرة حسب ما يصطلحون عليه. إن كان هذا هو المقصود فلا بأس به. أما إن كان المعنى أن التاجر يدفع النقود إلى الفلاح ببر أو بحبوب مؤجلة يكون هذا من السلم، من دين السلم. وإذا حل الحصاد وحصلت الحبوب فإن الواجب أن يستلم التاجر الحبوب ولا يستلم قيمتها من الفلاح، يستلم الحبوب التي أسلم فيها وأسلف فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول يوجد عادات في القرية، وهي أن المرأة تصافح الرجل وتقف معه ولا تضع أي شيء على الوجه. الأخ يجلس مع زوجة أخيه والأب يجلس مع زوجة ابنه، والجميع يعرف هذا العمل، فهل لنا أن نغير هذا علما بأنه من العادات؟ وتغيير العادات صعب، وجهوني ولا سيما في أمر زوجتي، جزاكم الله خيرا. أما جلوس الأب مع زوجة ابنه فلا بأس بذلك، ولا بأس أن تكشف وجهها عنده لأنه محرم لها. قال تعالى في عداد المحارم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابه، يعني أنهن من المحرمات ومن المحارم. كذلك زوجة الأب يكون الابن محرما لزوجة أبيه. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فالابن محرم لزوجة أبيه، وكذلك الأب محرم لزوجة ابنه، ويجوز أن يجلس وإياها وأن تكون كاشفة الوجه لأنهم من المحارم. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، لا بأس بذلك. أما الأخ مع زوجة أخيه فإنه أجنبي، يجب عليها أن تحتجب منه، ولا يجوز أن يخلو بها أو أن يدخل عليها في البيت وحدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو وهو قريب الزوج قال: الحمو الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني أن خطره أشد. فالأخ أجنبي من زوجة أخيه، لا يجوز له أن يصافحها، ولا يجوز أن يخلو بها، ولا أن يدخل عليها البيت وحدها حتى يكون معها من تجول به الخلوة، لأن هذه أسباب للفتنة. وأما العادات والتقاليد المخالفة للشرع فيجب نبذها، لأنكم ولله الحمد مسلمون تتمسكون بالإسلام ولا تتمسكوا بالعادات والتقاليد المخالفة للإسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز نقل الزكاة مسافة 90 كيلو متر؟ وما هي زكاة القمح بالكيلو غرام؟ وهل يجوز إخراج بدل القمح نقود؟ وجهونا، جزاكم الله. الزكاة الأصل أن تخرج في البلد الذي فيه المال، الذي فيه الزرع، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الأصل أن زكاة المال وزكاة الزرع وزكاة الفطر كلها تكون في البلد في فقراء البلد، وإن دعت الحاجة إلى نقلها إلى بلد آخر لكونه أشد حاجة أو لكون البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء فلا بأس بنقلها للحاجة إلى ذلك. أما نصاب الحبوب فكما جاء في الحديث: 300 صاع بالصاع النبوي لكل 5 أوسق صدقة، والوسط 60 صاعا، فخمسة أوسق 60 تبلغ 300 صاع بالصاع النبوي، والصاع النبوي 3 كيلو تقريبا، وتحسب من هذا المنطلق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد أحمد الزبيدي، مصري ومقيم في الرياض في السويدي، يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: يوجد بجوار السكن هاتف دولي وداخلي، ويوجد محل بجوار الهاتف يبيع ريالات حديدية حلل، وهذا المحل يبيع 9 ريال مقابل 10 ريال، وأيضا يبيع 5 بـ4، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الريال السعودي بالريال السعودي يجب التساوي بينهما، يبيع بعضهما ببعض ولا يجوز التفاضل، أن هذا ربا، لأنه ريال سعودي جنس واحد سواء كان من الورق أو من المعدن. العبرة بأنه عملة واحدة
في دولة واحدة، فهو متحد الجنس، وإذا اتحد الجنس فإنه يحرم التفاضل. جزاكم الله خيرا. يقول: بعثت لزوجتي وقلت لها إذا لم تصلي تكوني طالق، فأرسلت لي خطاب وقالت: افرض حصلت لي ظروف مرض أو حصل العذر الشهري، وحينئذ كيف يكون الحال؟ جزاكم الله خيرا. يقول: بعثت إلى زوجتي وقلت إذا لم تصلي فأنت طالق، وحينئذ ردت وقالت: افرض حصل لي ظروف مرض أو حصل العذر الشهري، فحينئذ كيف يكون التصرف؟ جزاكم الله خيرا. المقصود في هذا واضح، هو أنه يريد أن تصلي إذا لم يكن عليك ما يمنع من الصلاة من حيض أو نفاس، أما المرض فلا يمنع من الصلاة. المرض يجب أن يصلي المريض، قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. فالصلاة لا تسقط عن المريض، إنما يصلي على حسب حاله، وإنما الحائض والنفساء ليس عليهما صلاة. والزوج حينما قال ذلك يريد في غير حالة الحيض وفي غير حالة النفاس، يريد من ذلك حث الزوجة على محافظة على الصلاة، فهذا أمر طيب منه. يجب أن تصلي وأن تحافظي على الصلاة ولو لم يطلق الزوج. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة بعثت بها أحد الأخوات تقول: عين ميم أم خالد، ملخص ما في رسالتها أنها أنذرت نذر وقالت: إنني سأصوم في شهر شوال 6 أيام، وحينئذ سألت فقالوا: صومي الست من شوال. فسألت مرة أخرى وقالوا: لا بد أن تبدأ في اليوم الثاني من بعد العيد مباشرة، وإلا فالصيام ليس صحيح. وجهوني حول هذا، جزاكم الله خيرا. هي نذرت نذرت. نعم، الأصل أنه نذر. نعم، النذر يجب الوفاء به، يجب أن تصوم 6 أيام من شوال. نعم، لأنها نذرت ذلك، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه كما في الحديث، فهذا نذر واجب. وإن كانت قصدت 6 أيام من شوال في أوله فإنه يتعين عليها ذلك، أو قصدت 6 أيام من شوال في وسط أو في آخره حسب ما نوت، فصوم 6 حسب ما نوت من الشهر. أما إذا لم تحدد وإنما قالت 6 أيام من شوال ولم تنوي أياما محددة من شوال، فإنها تصومها من أي الشهر، من أولها أو من وسطها أو من آخره، فالمدار على النية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع جمال عبد الله عبد الصبور بعث يسأل ويقول: حلف إنسان على زوجته بأنها إذا ذهبت إلى بيت أهلها في مدة غيابه فإنها طالق، وفي أثناء غيابي جاءني خبر أنها طالعت في غيابي، فما هو توجيهكم؟ حسب النية، إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق عليها وعلقته على ذهابها فإنه يقع الطلاق، أما إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت منعها من الذهاب فهذا الطلاق يجري مجرى اليمين على الصحيح من قولي العلماء، يجري مجرى اليمين، فتكفل كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام. جزاكم الله خيرا. يقول: أعطي زوجتي حبوبا لمنع الحمل نظرا لظروفها الصحية، فما الحكم؟ حبوب منع الحمل فيها تفصيل، إن كانت لتأخير الحمل لكون المرأة مريضة أو لا تتحمل الحمل في الوقت الراهن وتريد أن يتأخر الحمل إلى وقت آخر تكون فيه مستعدة لاستقبال الحمل فلا بأس، تأخير أخذ الحبوب لتأخير الحمل لا بأس عند الحاجة. أما إذا كانت الحبوب تقطع الحمل هذه لا يجوز أخذها إلا عند الضرورة، إذا كان الحمل يقضي على حياتها لو حملت إنه يجوز أن تأخذ ما يقطع عنها الحمل، لأن هذه حالة ضرورة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.